ولادي دايما دايما اقعدهم كده واجيبهم كده حواليا واقول لهم لازم تذاكروا، لازم تبقوا كويسين في المجتمع، لازم تبقوا احسن الناس. التحفيز والتشجيع للزوجه لما تعمل الاكل الارديحي بس طعمها جميل، ملوخيه من غير لحمه بس تتاكل اكل وتاكل صوابعك وراها. ان هو اصلا طيب وما بيرميش الزباله على الارض وما بيعملش حاجه غلط وتغضب ربنا وبيحب المسات وبيسمع كلامه وبيعمل واجب وكل حاجه. هو ان انت تحفز حد او تشجع حد على حاجه بتبقى حاجه صعبه، لان هي يعني انت البني ادم نفسه لو هو عايز حاجه هو يحفز نفسه وهو يشجع نفسه. التحفيز والتشجيع ممكن يجي من جنبين، ممكن يجي من والدي او والدتي او حد بيحبني او انا بحفز نفسي ذاتيا. فانت تقدر تعمل اي حاجه، انت قوه كبيره جدا على الارض، بس انت تعرف ده، اول ما تعرف ده هتبقى القوه دي فعلا. الدعم والتشجيع والتحفيز أهم شروط نجاح أي مجتمع من المجتمعات. لما تشجع زوجتك وتشجع ابنك وتشجع المجتمع بتاعك على إنه ينجح، فمعناه إنك بتشجع ذاتك، معناه إن أنت بتحاول توصل رسالتك السماوية اللي ربنا خلقك عشانها، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. التشجيع والتحفيز معناه اللي انت بتحب اللي قدامك ده وبتقدره، عشان كده بتشجعه وبتحفزه، معناه اللي انت بتديله اهتمام كبير جدا. عشان كده نلاقي مهارة التشجيع مهارة وردت في القرآن الكريم. ربنا بيعلمنا يعني ايه تشجيع ويعني ايه تحفيز، عشان يدينا دفعة قوية للأمام وننجح في الحياة، عشان نصل إلى الآخرة وإحنا ناس ناجحين. القرآن الكريم تلاقي فيه مهارة التشجيع والتحفيز ده في آيات كتيرة جدا. شوف مثلا في سورة آل عمران، ربنا تبارك وتعالى يقول: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لاحظ كده كلمة اصطفاك ولاحظ كلمة طهرك، وربنا يكرر المعنى ده. طب انت يا رب ماذا تريد من مريم؟ عشان ربنا يطلب منها العمل اللي هو يقوله ده لازم يشجعها الأول: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لذلك مهارة التشجيع والتحفيز تبني أي مجتمع. في مدرس لغة عربية راح إحدى المدارس مكان مدرس آخر، المدرس ده أول ما دخل الفصل فكتب مثال على السبورة كده وبدأ يقول: ممكن يا أولادي تقولولي الشاهد في المثال ده، وممكن تعرب لي الكلمة دي. وبعدين راح منقي ولد من الأولاد وشاور عليه قال له: قوم أنت. أول ما شاور على الولد ده لقى الأطفال كلهم عمالين يضحكوا ويضحكوا ويسقفوا على أيديهم وهم بيبصوا للولد. المدرس مش عارف هما بيضحكوا ليه. شويه وعرف ان في المساله ان، وعرف ان الاولاد بيضحكوا على الطالب ده لان الولد ده كان يوصف بالغباء. المدرس الاولاني كان دايما يصفه بالغباء، فعرف الكلام ده. وبعد كده بعد ما خلص الحصه بتاعته دي اخد الولد ده واخده في جنب وقال له: تعالى اقول لك، خد البيت من الشعر ده عاوزك تحفظه زي اسمك بالضبط. وخلي بالك إعراب الكلمة دي كذا وإعراب الكلمة دي كذا وإعراب الكلمة دي كذا، والشاهد في البيت ده كذا وكذا وكذا. وبدأ يقول له على كل شيء في البيت اللي هو بيت من الشعر، وقال له: لازم تحفظ الكلام ده والصبح أنا هسألك فيه وما تقولش لحد. تاني يوم جه كتب بيت الشعر على السبورة المدرس وبدأ يسأل، يقول لهم: مين يعرف الشاهد في بيت الشعر ده؟ ومين يعرف يعرب الكلمة دي والكلمة دي؟
ممكن يا فلان وشاور على الولد اللي هم كانوا بيضحكوا عليه امبارح، قال له ممكن تقوم انت وتعرب الكلام ده. فالولد قام وبدأ يتلجلج في الكلام وقعد يقول اعراب الكلمة دي كذا واعراب الكلمة، والمدرس يقول له ها شاطر يلا برافو، لغاية لما اعرب الكلام اللي هو المدرس عاوزه. في الاخر قال سقفوله وبدأت الاطفال تسقف له وهي مستغربة الولد الغبي ده عرف يجاوب ازاي، وبدأ يكرر المسألة دي معاه يوم ورا التاني ورا التالت، اسبوع ورا اسبوع، لغاية اما الولد اتشجع وبدأ يذاكر وعرف ان هو اصلا مش غبي، لكن هو محتاج ان كان حد يشجعه وحد يدفعه للامام. الولد ده بيقول انا دخلت السنه دي والحمد لله نجحت، السنه اللي بعديها بدات اتفوق. هو اللي بيحكي الكلام ده بنفسه بيقول دخلت الجامعه وخلصت الجامعه وعملت الماجستير وانا الان في مرحله الدكتوراه. بيقول كل اللي انا فيه ده بسبب المدرس اللغه العربيه عشان شجعني. خلي بالك ان التشجيع والتحفيز مهارة لا يحسنها الا اغنياء النفوس واغنياء المشاعر. عشان كده في بعض الناس لما تيجي تشجع بتشجع بالمهارة دي، وبعض الناس ممكن تخذل الانسان اللي قدامها. فخلي بالك ممكن واحد يجي يخذلك يثبطك يقلل من همتك، سيبك منه، لازم انت على طول اعرف طريقك وما تخليش حاجة توقفك وما تخليش حاجة تأثر فيك. تشجيع وتحفيز عكسها الترهيب والعقاب. التشجيع بتبقى حاجة مهمة لو انت حاسس ان اللي قدامك محتاج تشجيع. في ناس عندها حافز جواها انها تعمل حاجة وتوصل لحاجة، وفي ناس محتاجة حد يحفزها. فبيقولوا يا رسول الله، يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فكيف نعرف ما بوسعنا؟ فسيدنا محمد رد عليه رد جميل جدا، قال له لو علمتم ما بوسعكم لحركتم الجبال. انت لازم تشجع اي حد عشان يكون ليه طموح، لو ما شجعتوش هيفضل زي ما هو. التشجيع للابناء، لو كل واحد في اسره راعى ابنائه ولاحظ اي موهبه عند الولد وعند البنت وحاول يشجعه، اللي غاوي يرسم بيجيب له الوان ورق، اللي غاوي كوره بيجيب له كوره، اللي غاوي اي حاجه في الكون اللي خلقه ربنا هيفجر الولد فيها طاقته من غير ما يطلع ارهابي ولا مدمن ولا فاسد. الأستاذ العقاد عباس العقاد رحمه الله بيقول أنا السبب اللي أنا فيه ده كان في مدرسين اتنين عندي وأنا صغير في الفصل، كان مدرس لغة عربية وكان اسمه الشيخ فخر الدين، ومدرس تاني كان مدرس حساب. الراجل مدرس اللغة العربية كان يميل إلى التجديد والابتكار والإبداع، والمدرس بتاع الحساب ده يميل إلى الخرافة والأوهام، هو ما يعرفش حتى المادة بتاعته، حافظ جملة من المسائل بس وما يعرفش أكتر من كده. بيقول المدرس بتاع اللغة العربية لما يجي يدي موضوع تعبير بيقول يدي الدرجات الأعلى للي يبتكر ويبدع ويبدأ يشجعه على كده. لكن مدرس الحساب كان مدرس دايماً يميل للخرافة، بيقول أنا اللي شجعني مدرس اللغة العربية، وكمان مدرس الحساب شجعني بس جه بطريقة عكسية. قال له إزاي؟ أستاذ عباس العقاد بيحكي الكلام ده ويقول كان المدرس ده عنده دفتر بتاعه كل سنة يجيبه مليء بالمسائل الحسابية وما يعرفش اللي هي، وكل سنة يقولها للطلاب بتوعه. بيقول في يوم من الأيام كتب مسألة وبعدين قال للطلبة فيها مجهولين، وبيقول أنا كنت واحد بحب الحساب، المسألة دي فيها مجهولين، وقال للطلاب حد يعرف يحل المسألة دي؟ بيقول فعلا معرفناش نحل، هو المفروض يقول لنا ايه الجواب وحل المسألة لكن ما قالش. بيقول انا نقلت المسألة عندي وكنت دايما ادخل تحدي كده، بقول خدت المسألة دي وكتبتها عندي في كراستي وروحت البيت قعدت طول الليل لغاية لما أذن الفجر وربنا فتح عليا بالحل وعرفت أحل المسألة دي. بيقول وقعدت أكرر عشان أعرف النتائج وأعرف الخطوات عشان لو المدرس ده سألني
تكون عندي على طول النتائج والخطوات دي موجودة في عقلي وما تلخبطش. بقول فرحت للمدرس قلت له أنا حليت المسألة. قال له مسألة إيه؟ قال له المسألة اللي أنت كتبتها لنا امبارح. قال له أنهي مسألة؟ قال له اللي فيها مجهولين. قال له عرفت إزاي تحلها؟ ده دي من مسائل الصعبة جدا. فقال له أنا عرفت أحلها. قال له اطلع كده وريني الهمة بتاعتك وحل لي المسألة. بيقول بدأت أحل والمدرس كل شوية يوقفني عشان يلخبطني، بيقول لك إن أنا كنت حافظها. بيقول وحليت المسألة. المدرس لما لقاني حليت المسألة قال له على فكرة المسألة دي أنا كتبتها لكم عشان هي أصلاً كده كده مش هتجيلكم في الامتحان، بس أنا عشان أقول لك إيه الفرق بين مسائل الحساب ومسائل الجبر. بيقول حب يخذلني، لكن التخذيل بتاعه ده جاب بصورة عكسية. قلت له لكن الحمد لله اللي أنا عرفت أحل مسألة أنت شخصياً ما كنتش عارف تحلها، لأنك لو كنت عارف تحلها كنت حلتها. الطلبة بتقول يا فالح ضيعت وقتنا كده على الفاضي، كمان المسألة دي مش جاية علينا في الامتحان وانت ضيعت وقتك ووقتنا. لكن بيقول ده كان تحدي بالنسبة لي وعرفت أوصل وأكسب التحدي. عشان كده ما تخليش حد يوقفك وما تخليش حاجة تأثر فيك. نفسي أحفز ابني، ونفسي أحفز الطلبة اللي في المدارس، ونفسي أحفز المجتمع عشان نكون أمة عظيمة كما كنا أمة عظيمة من قبل. أول حاجة التحفيز ده يكون تحفيز بالقول الحسن، حاسس اللي قدامك اللي أنت مهتم بيه واللي أنت بتحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايماً يعمل الكلام ده ويستخدم الأسلوب ده. يقول لي سيدنا معاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ. يبدأ الأول يقول لي معاذ أنا بحبك، وبعدين النبي يطلب منه أمر يقول لي يا معاذ عشان أنا بحبك لا تدعن دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خلي بالك شوف النبي دخل للمدخل إزاي، والله إني لأحبك يا معاذ. الحاجة التانية وانت عاوز تشجع اللي قدامك وتحفزه، التحفيز يكون تحفيز مادي. قول للولد ابنك لو جبت مجموع كويس السنة دي في الثانوية العامة هديك فلوس مبلغ وليكن كذا، هجيب لك عربية، هجيب لك أي شيء. حفزه وشجعه وخليه يجتهد. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم. الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي مال، فالنبي اداله غنم بين جبلين، قال له خد. عارف كانت النتيجة ايه؟ الراجل رجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده بيدي كده كأنه عمره ما هيفتقر أبداً، أسلموا. طب ليه قال أسلموا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شجعه. أنا قلت لكم إن التحفيز والتشجيع ده صفة للناس اللي هم أغنياء المشاعر وعندهم إحساس قوي جداً باللي قدامهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يقول ويشجع أبو سفيان، يقول من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إشمعنى أبو سفيان؟ لأن النبي بيشجعه. يبقى بالقول الحسن التشجيع المادي. الحاجة الثالثة التشجيع المعنوي. مش قادر تدي، شجع معنويا. قول والله انت انسان جميل، انت انسان رائع، شجعه. دي يديله دفعة قوية الى الامام. في ام بتقول انا تعبت مع ابني حسام، الولد اسمه حسام، تعبت معاه عشان احفظه جدول الضرب، وكل شوية الولد مش عارف يحفظ جدول الضرب، ولد صغير تعبان في حفظ جدول الضرب، فتعبت معاه مش عارفة أعمل معاه إيه. فبتقول بدأت أكتب وأرسم جدول الضرب ده في لوحة وعلق اللوحة دي في كل مكان في الشقة، وأقول له يا حسام كل لما يدخل
اي مكان في الشقه اقول له شايف اللوحه دي، احفظ بقى جدول 2 جدول 3 جدول 4. الولد اتعقد فما حفظش جدول الضرب. احنا زمان كنا كده. فالام دي بتقول انا اشتكيت لحد من الناس فقال لها اسلوبك غلط، طب ما تغيري الاسلوب. قالت اعمل ايه؟ قال لها بدل ما تكتبي على اللوح دي جدول الضرب اكتبي حسام ولد جميل هيقدر يحفظ جدول الضرب. الاسلوب بس اتغير، وبالفعل الولد حفظ جدول الضرب. شجع وحفز بالتلقيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. يعني ايه تلقيب؟ كان يسمي ابو بكر بالصديق بيشجعه، وده تشجيع ليه وتحفيز ليه. ويسمي خالد بن الوليد بسيف الله المسلول عشان اقدامه في القتال. ويسمي ابو عبيده بن الجراح امين هذه الامه. سمي ابنك لقبه باي لقب جميل، لقب اللي انت عاوز تشجعه باي لقب جميل، واستعن بالله وربنا هيكرمه. التحفيز ممكن يكون بالحوار والاقناع. ازاي؟ الراجل راح للنبي فبيقول له يا رسول الله، شاب بيقول له ائذن لي بالزنا. زنا؟ فالنبي عاوز يشجعه على ترك الزنا. عارف يشجعه ازاي؟ بالحوار ويقنع الشاب ده. فالنبي قال له طيب تمام، لكن هسألك شوية أسئلة، ترضى الزنا ده لأمك؟ فقال فداك نفسي وأبي وأمي يا رسول الله. أبدا، أمي مين يا رسول الله؟ قال له كذلك الأمر، الناس ما يرضهمش لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل جواب الراجل يقول له لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، أنا مرضاش الكلام ده لحد من أهلي. والنبي كذلك الأمر يقول له والناس كمان كده، محدش يرضى الكلام ده لحد من أهلي. في النهاية النبي راح حاطط إيده على قلب الولد الشاب اللي هو عاوز الزنا ده، وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ترك الزنا بإيه؟ بالتشجيع والحوار والإقناع. عشان كده اللي عاوز يحفز ويشجع يكون بالطريقة دي. وعاوز أختم وأقول إن التحفيز والتشجيع صفة من صفات الناس اللي عندهم مشاعر وعندهم إحساس. يا رب أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور العلم، وجملنا اللهم بالحلم والعلم. أحبكم في الله تعالى، أشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.